بعيد كل البعد على الهرج ديال ميلان والاخوان والصداع ديال المدينه والتلوث وكل شيء كيف ما كتشوف معايا انا. شوف بالاعمال الخيرات اللي عطى الله لهاد البلاد هادي الاخوان. شوف ما كرهناش لبلادنا والله القاسم، عطاهم الله الشتا وعطاهم فلوس وعطاهم الصبر وعطاهم الزين وعطاهم كل شيء. المهم دخلوا الاخوان في الموضوع، ياك شتوا الاخوان في الفيديو ديال البارح حطينا فيه قلنا بان التعالجات ديال الطلبات شحال ديال الطلبات تعالجوا 74000 طالب تعالج. وعلاش كل كيسول قال لك ملي مازال بقى 10% وعالجوا 74000 علاش خرجت 60000 كونترا؟ علاش لما تخرجش 74000 كامله ياك عالجوا 74000 طالب اللي تعالجات يعني خاصها تخرج 74000؟ لا احنا قلنا خرجت غير 60000 كونترا. كاين اللي داخل كيسول على 60000 كونترا لان الاخوان كاين الرفض وكاين الالغاء ديال الطلبات، كاين الرفض وكاين الالغاء ديال الطلبات. يعني 74000 و 60000 كونترا اللي خرجات بحال 14000 طلب تلغى. علاش تلغى؟ حقاش ما كتوفرش الشروط في الباترون في العامل، كيقولوا له جيب لنا الوثائق حنا محتاجين، ما كيديش لهم الوثائق. الا هو داس عليه هذيك 10 ايام ولا 20 يوم اللي كيعطيوه كمهله وما داش الوثائق كيرفضوا ليه الطلب وكيتابعوه. وهذا الشيء درك كنا ديجا هضرنا عليه الاخوان، كيتابعوه قضائيا. هو فاش كيلغي؟ امتى هو كيلغي؟ نهار كيعطيو هذيك المهله وهو عارف راسو ما عندوش هذوك الوثائق اللي هما طالبوا. قبل ما توصل هذيك 10 ايام الاولى وكدوز ثاني 10 ايام اخرى هي 20 يوم، كيمشي يلغي الطلب، كيقول لهم هذا العامل هذا ما بقيتش انا بغيته. علاش ما بقاش الخدمه وكيلغي؟ 14000 اللي تلغات الاخوان، 60000 كونترا اللي خرجات، 74000 طالب تعالج، باقى 10% راهم كيعالجوا فيها خوتي، 10% راهم كيعالجوا فيها. كنتمنى هاد 10% اللي كيعالجوا فيها تكون من نصيب المغاربه ان شاء الله، تكون من نصيبكم نتوما اللي كتسناو ان شاء الله. المغاربه اللي يستاهلوها، المغاربه اللي صباره الصراحه يستاهلوها. حنا خوتي هاد 10% اللي باقا نتمنى تخرج ليكم اخوتي، ما يتضايقوش معانا. هنا الصداع، هادشي علاش هضرت ليكم ليه، كنت خارج ليه كنت ترانكويلو الصراحه. شوفنا الصداع ديال المدينه كيفاش داير، خلونا حتى نهضروا. تستاهلوها نتوما الاخوان، كنتمنى هاد 33 دوله اللي كتستافد من الديكريت وفلوسي ما تزاحمش معانا وتبقى 10% كلها ديالنا. الله يسهل عليكم اخوتي. راه كيف ما قلت لكم راه كاين الغاء ديال الطلبات، والالغاء ديال الطلبات ماشي غير للمغاربه، راه دائما هذيك 33 دوله. الله يسهل عليكم ونتمنى لكم التوفيق اخوتي، نهاركم مبروك.